أهلا بيكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد ما اتفرجنا على الفيديو اللي فات. ضيفة فقرتنا دلوقتي هي رضوى أسامة، أخصائية نفسية بتشتغل في مؤسسة الحرية، وكمان عندها مجموعات بتدعم المطلقات. هندردش معاها شوية النهاردة في الموضوع بتاع الحلقة، وهو الإحساس بالذنب، وتحديدا لو في حالات انفصال أو طلاق. أهلا بيكي يا رضوى معانا. أهلا بيكي، أهلا بيكي يا بيان. عايزة أسألك، هل الستات بيكون عندها أزمة أو إحساس بالذنب لما بتكون بتمر في بأزمة طلاق، أو يعني جوه الموضوع، سواء بقى خلصته أو لسه؟ الإحساس بالذنب واحدة من المشاعر اللي بتيجي بعد الطلاق، بس هي مش أول مشاعر بتيجي بعد الطلاق. يعني خليني أقول إن المشاعر الأولى بعد الطلاق بتبقى بتمشي في حتتين، حتة فيها الإحساس بالفقد والاكتئاب الناتج عن الفقد، وأزمة في هوية الست المطلقة. لو أنا كنت ست متجوزة النهاردة، أنا مش الست المتجوزة ديت، أنا كنت بحظى بمكانة اجتماعية معينة، النهاردة أنا مش بحظى بنفس المكانة الاجتماعية ديت. فدي المشاعر الأولانية، لكن كمان بيجي إحساس بالذنب بتتفاوت درجاته على حسب هي الشخص المبادر بالطلاق ولا لا. يعني حتى الدراسات بتتكلم على إنه الستات اللي بتبادر بالطلاق، يعني اللي بتطلب الطلاق، بيكونوا أكثر إحساسا بالذنب، بيحسوا بمشاعر ذنب أعلى من الستات التانية. كمان وجود أطفال أو عدم وجود أطفال واحدة من العوامل اللي بتأثر على الإحساس بالذنب. يعني كل ما كان عندها أولاد من الزيجة دي، كل ما كان في إحساس بالذنب أعلى ناحية الولاد. ففي ناس كتير بتحس بالذنب ناحيتهم، يعني مرات تحس بالذنب ناحية عيلتها، إنها خذلتهم وإنها ما حققتش الصورة اللي هم كانوا شايفينها فيها، مرات تحس بالذنب ناحية عيلتها، مرات تحس بالذنب ناحية نفسها، إنه أنا ما كنتش أبقى متخيلة إن أنا في الحتة دي. أنا طول عمري كان عندي صورة وحلم معين عن الجواز، أنا النهاردة كأني كنت أستاهل أحسن من كده يعني. كنت استاهل احسن من كده. مرات قليله قوي الحقيقه شفتها قليل قوي لما تحس بالذنب تجاه الشريك، يعني تجاه الشريك السابق، ودي مرتبطه شويه بان اذا كانت هي اللي مبادره بالطلاق، يعني هي اللي طلبت الطلاق. فاوقات، بس دي اوقات قليله قوي شفتها، في حالات نادره جدا تشعر بمشاعر ذنب تجاه الشخص الاخر، يعني انه انا سبته وانا يمكن ما كان، يمكن لو كنت قعدت كان ينفع نكمل، يمكن وهكذا. أول مجموعة من الناس بتحس بالذنب ناحيتهم العيلة، إن هي خذلتهم، وإنه بنتهم دلوقتي انفصلت أو اتطلقت أو ما بقتش محققة الحلم بتاعهم اللي هم أصلا كانوا عايشين عشانه. طيب لو كانت حالتها عيلتها بتدعمها، يعني هم شايفين إنه الزيجة دي لازم تنتهي بالانفصال أو بالطلاق أو بأي شكل، هل بيكون في برضه شعور بالذنب، ولا لو في دعم من عيلة الأم مثلا أو الست بيكون الموضوع أسهل؟ الدعم بيفرق في حاجات تانية، بيفرق في تجاوزها لمشاعر الفقد، لتجاوزها للاكتئاب، لكن بيظل الإحساس بالذنب. العكس، ده أنتوا بتدعموني وأنا خذلتكم، أنتوا بتدعموني وأنا ما حققتش الصورة اللي أنتوا كان نفسكم تشوفوها. أنا يمكن لو كنت اخترت صح، يمكن لو كنت استحملت أكتر، يمكن بقى كتير قوي في النص. فلا، ملهاش علاقة بالدعم، الإحساس بالذنب مكمل حتى لو أنا مدعومة. بتشوفي ان الشعور بالذنب تجاه الاولاد، انت برضه ذكرتي انه ممكن يكون في احساس بالذنب ناحيه الاطفال لو في، هل الشعور ده ممكن يمنع الست انها تاخد خطوه للانفصال؟ الشعور بالذنب بصفه عامه، بس الاكتر بيجي في ذهني الاطفال. كتير كتير بيعطل ستات كتير انها تاخد خطوة زي كده، رغم انها ممكن تكون واقعة في زيجة تعيسة، الشغل على النفس فيها مش نافع، والشغل على العلاقة مش نافع. ولا، بيحصل انها تتعطل سنين كتير قوي لمجرد انها خايفة من الاحساس بالذنب تجاه الولاد. انا مش هقدر احس يعني بالمسؤولية عن تعاستهم، انا مش هقدر ابقى جزء من حرمانهم من باباهم، انا
وهكذا، يعني احمل نفسي مسؤوليه الطلاق واحمل نفسي مسؤوليه تعاسه الولد، مع ان هم لو قعدوا جوه زيجه تعيسه هيبقوا تعسه. بالعكس، هم لو قعدوا جوه زيجه تعيسه فيها قدر عالي من الاساءات هيمرضوا نفسيا اكتر بكتير مما لو الناس انفصلت بشكل كويس وكل حد قدر يؤدي ادواره. بس بشوف ستات كتيرة من كتر أما هم محملين بفكرة إنه الست لازم تستحمل، لازم تمشي المركب، لازم تشيل عيالها وجوزها تحت أي ظرف، في كل المجتمعات الشرقية تقريبا بيخلي الإحساس بلوم النفس على فشل الجوازة بيقع دايما على الست، سواء منها أو من اللي حواليها. إيه رأيك؟ اللي بتقوليه حقيقي جدا، والدراسات بتقول كده، بتقول انه الستات بيقع عليهم الاثر اكبر، بيقع عليهم اللوم اكبر من الرجاله، وبيتحملوا مسؤوليه فشل الجواز. يعني ده بقى مش بس في المجتمعات الشرقيه، ده كمان دراسات على مستوى المجتمعات الغربيه بيحصل برضو فيها نفس الحكايه، كانه في توقع انه هي مسؤوله بشكل او باخر عن نجاح الزيجه دي، مع ان هي مش مسؤولة لوحدها عن نجاحها. يعني في طرفين دايما مسؤولين عن النجاح، لكن هو الواقع اللي بيفرضه المجتمع عندنا انه بيحمل الست نجاح العلاقة. انتي ما استحملتيش كفاية، انتي ما نجحتيش الجوازة دي كفاية، كان ممكن تعملي اكتر من كده. فكل ده بيخليها هي كمان تبدأ تحس بالذنب. ده ممكن يوصلها لفين؟ يوصلها لحتتين، يوصلها طبعا بشكل عام للمرض النفسي يعني، لكن بيوصل للقلق دايما، الإحساس بالذنب، القلق والاكتئاب دول أكتر حاجتين الإحساس بالذنب بيولدهم. لما بتجيلك ست حاسة أو عندها شعور عالي قوي بالذنب أو بلوم النفس في الموضوع ده، بتنصحيها بإيه؟ بصي، مش فكرة بنصحها بإيه، يعني خليني أتكلم شوية على المجموعات اللي بنقدمها وفكرتها. مجموعة دعم الستات المطلقات دي فكرة طلعت في رسالة الدكتوراه بتاعتي من 2014 تقريبا، وكنت بشتغل على بعمل برنامج يدعم الستات المطلقات ويعلمهم ازاي يعرفوا يديروا الضغوط ما بعد الطلاق، ازاي اقدر اتعامل مع الضغوط اللي وقع عليا بعد الطلاق، الضغوط الخاصة بالوصم، الضغوط الخاصة بالاحتياجات الجنسية، بوجود اطفال، بالتعامل مع والماديات، والماديات كمان والماديات والماديات والضغوط المالية والاقتصادية، مجموعة كبيرة قوي من الضغوط وضغوط التعامل مع الشريك السابق، وخصوصا لو في ولاد. فوقتها كانت الفكرة انه انا عايزة اعمل زي 18 لقاء، برنامج 18 لقاء، كل مرة بعمل مجموعة سبورت جروب في ستات مطلقات ودرس في مهارة بيتعلموا ازاي يتعاملوا مع المهارة دي. فسي مثلا انا هتعامل النهاردة مع الوصم، فانا هعبر عن الوصم اللي انا بتعرض له، المره الجايه هتعلم مهاره عن مواجهه الوصم دوت، انا ازاي هواجه الوصم اللي انا بتعرض له في المجتمع. وفي كل مره في المجموعه بسمع مشاركات ناس شبهي. جزء في الاحساس بالذنب بيجي انه انا الوحيده اللي بمر بده، وانا الوحيده اللي خذلت عيلتي، وانه ينفع لو كنت استنيت اكتر ده ما كانش يحصل. فجزء من حل الازمه دي انه انا بشوف اخرين معايا بيمروا بنفس الحتة وبيتكلموا. المطلقات ليهم طبيعة خاصة، بيبقى صعب يشاركوا وسط المجتمعات، مشاركتهم صعبة شوية، صعبة لأنه المجتمع مش بيشجعهم يشاركوا، يا إما صاحبتها المتجوزين قلقانين منها، أو عيلتها عايزاها تبقى ما بتتكلمش عشان ما توجعهمش. فبالتالي التعبير، قدرتها على التعبير على المشاعر والأريحية اللي ممكن تكون بتحسها في وسط المجتمعات الطبيعية بتاعتها قليلة قوي، وده بتوفره مجموعة المساندة اللي بتحصل مع الستات شبهها وكلهم بيمروا بخبرة الطلاق. وهنا بيحصل تغيير. أنا الحقيقة شفت جوه المجموعة دي تغيير كبير قوي، ستات دخلت بشكل وخرجت بشكل تاني، دخلت بشكل فيه مشاعر اكتئاب، وحتى ملامح الوش نفسها بتتغير. يعني
طبعا 18 لقاء على 18 اسبوع، دي مده طويله يعني تقريبا 3 شهور ونص 4 شهور، فدي بنشوف بعض مره اسبوعيا، فبنخلق كوميونتي خاص بينا، في قدر عالي من الامان، في قدر عالي من الاريحيه، الناس بتتكلم براحتها، نفس المجموعه ثابته، فانت بتشوفي التطورات اللي بتحصل وبتحصل مسانده. انت النهارده جايه تحكي عن جلسة عندك في المحكمة علشان خاطر النفقة، فكل الناس بتطمن تسأل عليكي. بعد ما بنخلص المجموعة ينزلوا ياكلوا آيس كريم من عند الراجل اللي على الناصية، يتفقوا مع بعض إن هم يفسحوا الولاد في الويك إند. في حياة بتتخلق موجودة بتفاصيلها بتساعد الستات إن هم يتجاوزوا المشاعر دي. فأنا شفت ناس في بداية المجموعات جايه لابسه لبس غامق قوي، ومش مهتميه بشكلها وملامح، عارفه انت الاكتئاب لما يبقى ضارب في الوش قوي، فالملامح نفسها تبقى جامده جدا. وعلى المره مثلا نقول الثامنه التاسعه تبدا الالوان تظهر، فتلاقي الناس لابسه الوان فاتحه وحاطه حاجات لطيفه في وشها ولابسه اكسسوارز لطيفه كم في المية من الستات اللي بتقابليهم في المجموعات بتحس بالذنب تجاه أيا كان بقى الأولاد أو الأسرة أو الشريك؟ اللي هقوله مش حاجة علمية لأنه ما اتعملش عليه دراسة، لا يعني ده مش كده واقع يعني. من واقع الممارسة. يعني خليني أقول إنه من 80 ل 85% من الستات المطلقات بتحس بالذنب، يعني ويمكن أكتر كمان. عمرك سمعتي قصة من واحدة منهم بتقول إنه الراجل في العلاقة برضه كان حاسس بالذنب؟ لا، لأنه أنا كنت بشوفهم في المرات الأولانية من الطلاق، يعني وأنا بشتغل على الدكتوراه كنت بشتغل على السنة الأولى من الطلاق، لأن دي أكتر سنة فيها توتر وغضب وقلق وإحساس بالذنب برضو. لكن فالوقت ده وقت فيه غضب تجاه الشريك الآخر، يعني انا غضبانه منه، انا مش متوقعه منك خير، انا مش متوقعه منك اي حاجه، لا خالص ما سمعتش هذه الجمله، انا ما سمعتهاش خالص في الحياه. سنين انا سنين اشتغلت في المجموعه دي، سنين طويله قوي، حتى بعد ما خلصت الدكتوراه فضلت مكمله فيها سنين طويله ورا بعضها، لا ما سمعتش جمله انه انا قد يكون يمكن اسمعها من الشخص التاني يقولها. لكن يمكن هي وانتي بتتكلمي افتكرت حالة بنت، يعني واحدة من الستات المطلقات بعد ما انهت المجموعة اكتشفت انها عايزة تدي فرصة للطرف التاني انه يرجعوا، وجه حضر، عملنا سيشنز مع بعض هما الاتنين، اشتغلنا على العلاقة، وفاكرة قوي كانت في لحظة رومانسية يعني جميلة، لبسها الدبلة في الجلسة، يعني اتجوزوا بقى مرة تانية ولبسها الدبلة في الجلسة. فأنا فاكرة قوي القصة دي، فأنا فاكرة إني سمعت منه هو شخصيا بقى كلام شبه كده، يعني إنه أنا حاسس بالذنب ناحية علاقتنا، أنا عايزة أدي فرصة تانية للعلاقة. والحقيقة كانوا هما الاتنين شغالين بأمانة على العلاقة بتاعتهم، هما الاتنين كان عندهم رغبة في إن هما ينجحوا العلاقة دي. متشكرة أوي أوي يا رضوى لكل الخبرات اللي نقلتيها لنا، وعلى وجودك وعلى وقتك عطلناكي. احنا خالص اضطرينا نقابل رضوى على زوم لمشغولياتها ولضيق الوقت، لكن مبسوطين أوي إن أنت كنت معانا دلوقتي. أنا بشكرك أوي أوي يا رضوى. شكرا يا فيفيان، أنا كمان ببقى مبسوطة دايما في التواجد معاكم في البرنامج، شكرا جدا ليكي. تعالوا نطلع دلوقتي نكمل حلقتنا، نروح نتفرج على فيديو ونرجع تاني، خليكم معانا.